بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الشرط الآخر الذي يذكر من بين شروط الوجوب والتكليف للصوم، ويذكر أيضا من بين شروط الصحة أيضا، وهو البلوغ. طيب، البلوغ الذي يقدر للولد مع دخول سن الخامس عشر غالبا، ويحدد بالدقة للبنت بإكمال التاسعة ودخول العاشرة ولو بدقيقة واحدة أو ثانية واحدة، على ما هو المشهور شهرة كبيرة. من الأمور المجمع عليها، هذا محل إجماع، أن الصبي غير المميز، ويقصدون هنا عندما يقولون الصبي يعني الذكر والأنثى. طيب، الصبي غير المميز وليس المميز، وسيأتي الكلام عن المميز وما هو الفارق بين المميز وغير المميز. محل إجماع بأن الصبي غير المميز لا يتعلق به وجوب للصوم، ولا يصح منه الصوم لو صام. طيب، طبعا عبارة لا يصح منه الصوم لو صام، مو أن الصبي لو كان عمره مثلا 6 سنين 7 سنين 8 سنين بعدما مميز صام يقال له بأن هذا صومك أصلا ما إلى اعتبار. عندما يقال هنا لا يصح منه الصوم، يعني أصلا لا يقع منه صوم واجب، هذا واحد. اثنين، لا يصح منه الصوم لو صام نيابة عن شخص. افترض أن في واحد متوفى، والده مثلا متوفى، طال الله في أعماركم جميعا، وكان على والده يوم، لو صام هذا الفتى أو هذه الفتاة عن الأب ذاك اليوم القضاء، هذا لا يصح. أما أنه لو رأى الناس يصومون وفي شهر رمضان وبعد ما مميز يعني بذاك المستوى وصام، أحب أن يجاري الآباء والأمهات وصام معهم أيضا، نقول له صومك هذا باطل بهالمعنى، لا يصح يعني صومك باطل، أي معنى ما إله، أي ثواب ما إله. لا، هذا الموضوع أولا في ظاهر بعض الروايات أن ثوابه يذهب لأبويه، لأن هم اللي مربينا على هذا الشيء، اللي بحيث يعني جار المؤمنين وجار الأبوين في الإتيان بهذه العبادات. أضف إلى ذلك كما أسلفت بالأمس أن موضوع الثواب والعقاب هذا أمر راج، هذا في حيز الفعل الإلهي العظيم، والله سبحانه وتعالى كيف ينظر لهؤلاء يوم القيامة، بمعنى أنه لو واحد ولد عمره 8 سنين بعد ما مميز قال أنا بأصوم هالسنة ويا الناس مثل ما أبوي يسوي ومن سواهم بأصوم وياهم، ومات صام الشهر وكذا والله سبحانه وتعالى اختاره، نقول له يقال له يوم القيامة هذا أنت أصلا ثواب ما لك، صومك باطل أصلا ولا تترجى منه شيء. هذا خلاف، مو فقط خلاف العدل الإلهي، هذا خلاف منطق الرحمة الإلهية أصلا. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يعامل عباده بهذا القياس الضيق بهالكيفية إلك ولا ما إلك وكذا بهالطريقة، وإنما ينظر إلى يعني أعمال عباده فيثيبهم على الحسن. نعم، سبحانه، شوف الرحمة الإلهية، لا يعاقبهم على السيئة. يعني هذا الطفل اللي أبو 8 سنين لو سرق مثلا، لو شتم مثلا، لو سوى أي شيء، فالله ما يعاقبه لأنه ما بلغ الحد الذي يكون قد وجه له خطاب مفيد هم للعقاب هم للثواب. ولكن لا يعطى لو فعل الحسن، الظاهر بمقتضى هم العدل الإلهي، تراها
مو فقط الرحمة، وبمقتضى الرحمة الإلهية والكرم الإلهي أمثال هؤلاء يثابون. فعندما نقول أنه غير واجب ولا يصح، لا يصح بمعنى أنه لو كان بلحاظ ما فيه وجوب ما يكون مجزئ أصلا، ما يكون مجزئ. طيب، فالصبي أو الصبية إذا لم يبلغ وما وصل إلى حد التمييز، لأن بعض الأحيان يصير مبالغ، هو عمره 13 سنة بعد مبالغ، لكن يميز. أصلا أكو في كلام ينقل مدى دقته من عدم دقته، أن بعض العلماء في التاريخ بلغوا، بعض علماء الدين بلغوا درجة الاجتهاد قبل البلوغ. أكو في كلام هذا أصلا، هذا الذي يبلغ درجة الاجتهاد في البحث الفقهي والأصولي والديني قبل البلوغ، هذا ما يكون مميز، هذا قابل لأن يقلد أصلا. ولكن أيضا حتى في التقليد يشترطون البلوغ، أنه لا بد أن يكون بالغا، ولهذا بمجرد أن يبلغ جاز تقليده. فتشوف عمره 12-13 سنة ولكنه على درجة عالية جدا من الإدراك بعدما وصل إلى حد التمييز. هذا الخطابات يعني لماذا لا يجب عليه ولا يصح منه؟ لأن الخطابات الشرعية غير موجهة لغير البالغ. بدليل شنو؟ بدليل العرف. يعني كل عرف العقلاء، كل العقلاء يعلمون بأن مثل الخطابات إنما هي توجه للبالغ. اثنين، للارتكاز المتشرعي، ما في متشرع من المتشرعين زين لا أقل على المستوى الإسلامي يقول بأن الخطابات الشرعية توجه إلى غير البالغ إذا لم يكن مميزا. هم في المميز ويقولون أنه غير واجب عليه أصلا، ما بالك في غير، يعني المميز يقولون غير واجب عليه، ما بالك بالنسبة إلى المميز إلى غير المميز. أضف إلى ذلك تباني العقلاء سواء من أهل الديانات وغيرهم، سواء من أهل الديانات، يعني الآن الخطاب الإسلامي لمن إجا زين بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أهل الديانات اليهود النصارى المجوس غيرهم كان في بالهم أن الخطاب هذا موجه للصبي غير المميز، قطعا في بالهم أنه غير موجه. بل حتى غير أهل الديانات زين ممن يدينون بديانات غير سماوية أو لا يدينون بأي دين ما زين، كبعض كفار قريش مثلا في ذلك العصر، كان في بالهم أن الخطابات هذه خطاب النبي صلى الله عليه وآله موجه للصبي اللي عمره 6-7 سنين، قطعا في بالهم أنه غير موجه. ولهذا أقول بأنه الخطابات الشرعية غير موجهة للصبي غير المميز، ولهذا لأنه ما في خطاب إلى ما في خطاب يقول له صم صلي، ما في خطاب. فإذا ما في خطاب فلا يكون واجب ولا يكون صحيح، لأنه الصحة متعلقة بتوجه الخطاب إليها. ليش؟ يعني لاحظوا هذه هنا نكتة أرجعتها، ليش نقول أنه غير صحيح؟ لو صام يكون غير صحيح، لأن الفعل العبادي حتى يكون صحيحا لابد أن يكون بشرط القربة، لابد أن يقول قربة لله تعالى. زين، الذي يقول قربة لله تعالى من هو؟ اللي موجه له الخطاب. لأن وش معنى القربة؟ احنا لما عادة نقول أصلي ركعتين الفجر قربة لله تعالى، أصوم كذا إشهار رمضان قربة لله تعالى، أطوف حول البيت أطوف حول الكعبة مثلا كذا قربة لله تعالى، وش معنى قربة لله تعالى؟ قربة وش معناها؟ قربة معناها امتثال لأمر الله، هذا معناه. فإذا أصلا ما في أمر موجه إليه كيف يمتثل؟ وبالتالي لا يتأتى منه قصد القربة، فلأنه لا يتأتى منه قصد القربة لا يقع صحيحا أصلا، لأنه حتى يكون صحيحا لابد أن يكون فيه قربة. إذا ما في قربة ما في صحة. ليش ما في قربة؟ لأن ما في أمر موجه أصلا. بناء على ذلك حصل الإجماع، يعني تحقق الإجماع هنا المحصل والمنقول، الإجماع هنا في المقام أن الصبي غير المميز لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه أيضا. فهذا شرط
صحة وشرط وجوب. لهذا يأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله نبحث من يوم غد. ما شأن الصبي المميز؟ هل يجب عليه؟ هل يقع منه صحيحا؟ هذا واحد. ومسألة أخرى نأتي عليها، لو أنه بلغ في نهار شهر رمضان، مو قبل الفجر، بلغ في النهار ساعة 10 بلغ، يجب عليه إتمام الصوم أو لا يجب عليه إتمام الصوم؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه فيما يأتي. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.